السلام عليكم. اليوم نروح لولاية الجزائر العاصمة لنقف على الأشغال تاع الطريق الجديد الذي ينطلق من منطقة العاشور، إذا باتجاه منطقة خرايسية. وهنا نشوف منطقة تاع العاشور هنا، ونشوف هنا انطلاق نتاع الطريق هذا هنا، وكذلك في جسر عملاق راه قيد الاشغال هنا. وتجدر الاشارة انه الصور هذه يعني تعود الى شهر ماي، يعني عندها حوالي 3 اشهر. والاشغال في الحقيقة راهي متقدمة مقارنة بما نشاهده الآن، لكن هذه الصور تعطينا برك مسار تاع المشروع هذا تاع الطريق، وكذلك الموقع ديالو في الخريطة. إذا هنا عندنا منطقة العاشر وادي الرمان، وكذلك يعني في الحقيقة الأشغال تنطلق من هنا، هذه في هنا جزء من الأشغال. وهو الطريق هذا سوف يوصل بالطريق هذا اللي يجي من منطقة الشراقة، منطقة 5 جويلية، و يعني المحول بتاع شوفالي. إذا هذا الطريق هذا هو، ويمتد إلى حدود باب الواد تحت في هنا، يعني يمتد من هنا إلى حدود الساحل تاع الكتان. اذا هو يستمر كما قلنا هنا عبر هذا الجزء هنا المحاذي لطالب السيار تاع المطار الحواري المدين. اذا هو يعرج نحو الجنوب اتجاه اذا هنا باب حسن وولاد فايد، ثم يستمر هنا الى حدود عندنا هنا ملعب دويرة، ثم يستمر الى حدود خرايسية هنا في الجنوب تاع مدينة الجزائر، على امتداد حوالي سوف نعطي هذا الطول بالتقريب بالخط المستقيم هنا حوالي 12 كيلومتر، لكن هو في الحقيقة في 16 كيلومتر. إذا يمد يفادي سيرفير كما نقولو هنايا منطقة باب حسن ومنطقة الدويرة هنا، ثم منطقة الخريسية من جهة هذه، وكذلك سوف يمد المركب الأولمبي عند الدويرة. وسوف نشاهد فيديو توضيحي كامل وشامل عن مستوى تقدم الاشغال تاع المشروع هذا لانتاج التلفاز الوطنية، وكذلك للعلم انه فيه مشروع اخر يعرج المنطقة هذه باتجاه مدينة سيدي عبد الله هنا، اذا يكون في طريق من هنا وبالخط العام. نوضح الزوج هذه الامتدادات، الأولى تأتي من هنا وتروح باتجاه المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله، والطريق هذا اللي رانا بصدد الكلام عليه هو اللي راه قيد الأشغال إلى حد الآن، هو هذا يأتي من منطقة عين الله اتجاه باب حسن ودويرة وخريسية. اذا هذه هي الزوج طرقات، هذا في 16 كيلومتر وهذا في حوالي 30 كيلومتر ما بين العاصمة ومركز المدينة الجديدة تاع سيدي عبد الله. نخليكم تتابعوا الصور تاع الفيديو يعطينا اكثر تفاصيل عن المشروع طريق السيارة الجديدة خرايسية. إذا
والسلام عليكم. إحدى أهم المشاريع الاستراتيجية التي تشهدها العاصمة الجزائر، وعن قرب يسابق هؤلاء المهندسون من كفاءاتنا الوطنية الزمن لتجسيد مشروع الطريق الرابط بين 5 جويلية وبلدية الخريسية على مسافة 10 كيلومترات، والذي يهدف لفك الخناق المروري عن غرب العاصمة. المشروع يربط من محول 5 جويلية إلى غاية خريسية ويمر على عدة محاور. المشروع ينقسم إلى 3 محاور ولا 3 أشطر. الشطر الأول على مسافة 2.5 كيلومتر من محول 5 جويلية إلى غاية محول العاشور على مسافة 2.5 كيلومتر. الشطر الثاني من محول العاشور إلى غاية محول باب حسن على مسافة 4 كيلومتر، والشطر الثالث من باب حسن إلى غاية خريسي. جسر العاشور منشأة فنية، وهو الحلقة المهمة في المشروع، سيكون حلا لفك الخناق في الشطر الثاني الرابط بين العاشور ودراريا. هنا الأشغال ما تزال قائمة. هذا الشطر الثاني من دراريا باب حسن على المسافة 5 كيلومتر. دونك لي طرابو راهم 25%، كونسيون بوكو بلي سي طرابو دو تيراسمون. الشاطر الاول يربط بين 5 جويلية الى غايه محول العاشر. نسبه الاشغال في الشاطر الاول المشروع نسبه 75%. الكفاءه تاعنا الحمد لله يا ربي صافي، عندنا تاكلين على الارواح من اللي كادر ورواحي حتى درني خدمه. عندنا تروا جروب لهنايا خدمه ماهيش تحبس الحمد لله يا ربي، ماشيه كيما راكم تشوفوا. تسهيل الحركة المرورية وتقليص مدة التنقل، وكذا خلق ديناميكية بين مختلف البلديات من بين أهداف هذا المشروع الضخم الذي ينجز وفق معايير ومقاييس دولية. معينا من باب أحسن احنا بريمير دوزيام حتى لدال إبراهيم، دوكا إن شاء الله في المستقبل نولي عندي 5 دقائق من خريسية ولا مدويرة لدال إبراهيم. بروجي هذا تاع العاشور ينقص بزاف لونكومبرومون، كيما انا نوتيليزي هاد الطريق شاك جور، نجي من الجي سونتر نروح لولاد فايد. انا نشوفو فيهم يخدموا ليل ونهار، والمشروع راهو باين شاك جور نفوت تشوف فيها ان بلوس، سيت ان بلوس لينا وماذا بينا ندعموا بهذا سو تيب دي بروجي. والله غير الله يبارك، ومشروع كيما هذا على بالي راح ينحي ضيق كبير على ناس راهم يتحسوا به، حنا ربما ما نتحسوش به ما نسكنوش تماك، على بالي باللي راح يفرج كما تلقى الاخرين. بالاضافه الى البعد الاقتصادي والجمالي، ستعزز هذه المنشاه الفنيه من البنى التحتيه التي تسخر بها عاصمه البلاد.